الشعور بالإرهاق والخمول من الشكاوى المستمرة للكثير من الأشخاص سواء للرجال أو النساء، ما يدفعهم للتوجه إلى تناول معززات للطاقة في الجسم في محاولة للبقاء بحالة نشاط ويقظة والقضاء على الشعور بالتعب. لكن هذا الحل ليس أكثر الحلول صحة، فبعض من هذه المعززات مضر للجسم على المدى الطويل. يجب تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، وتجنب الدوخة والدوار وخلل بالاتزان، والتي عادة ما تتبع الارتفاعات المفاجئة، على سبيل المثال التفاح والموز والبيض والشوفان والزبادي اليوناني والشوكولاتة الداكنة. احرص على الخروج من المنزل لمدة 30 دقيقة إلى ساعة خلال النهار. يمكن للضوء الطبيعي أن يحسن مستوى الطاقة لديك ويساعد في محاربة الاضطرابات العاطفية الموسمية ويجدد الطاقة بداخلك. تتحكم الأطعمة في صحتنا بصورة كبيرة، فيجب معرفة الأطعمة التي تساعد في رفع مستوى النشاط والطاقة في الجسم والأطعمة التي تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك.